اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعل ما علمتنا وما تعلمنا حجة لنا ولا تجعله حجة علينا وأنت أكرم الأكرمين، وزدنا يا رب علما نافعا وعملا صالحا مقبولا وإخلاصا تاما كاملا إلى أن نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. وبعد، في المقطع الثالث من سورة النازعات يبين الله سبحانه وتعالى لنا قدرته مستفتحا بأسلوب الاستفهام قائلا: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. كما في سورة عما يتساءلون، ربنا سبحانه وتعالى بين لنا قدرته أيضا بأسلوب الاستفهام: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم. هناك استفهام تقرير، يعني بلى يا رب. والاستفهام هناك جاء عليه الجواب في القرآن الكريم في موضع آخر: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن هناك استفهم في عما وأجاب في موضع آخر، وهنا استفهام تقرير ومقارنة: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. أيضا هذا الاستفهام أجاب الله عنه في سورة فاطر: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن هناك استفهام وأجيب عنه في موضع آخر، وهنا استفهام وأجيب عنه بموضع آخر، وهناك بيان القدرة بدون مقارنة، وهنا بيان القدرة مع المقارنة. يعني إذا جاءني مثلا من باب تبسيط الأمور والتقريب للأفهام، لو جاءني إنسان يشك في قدرتي ويشك في قوتي، وهو ذول جسمه ضعيف نحيف قصير كده، يتحداني أني لا أستطيع أن أهزمه مثلا، فأقول له: يا أخي أأنت أقوى أم فلان؟ وفلان غلبته، معناته أنت شنو؟ ولا حاجة. فهؤلاء المشركين الذين يقولون إن الله لن يعيدهم بعد الموت إما شكا في قدرته أو تكذيبا لنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له: هذه القدرة التي تشكون فيها هي التي خلقت السماوات والأرض وما فيها وما فيهن، إن كان في عمة أو في النازعات. لكن هنا في معنى إضافي آخر، أن الذي أهلك من هو أشد منكم قوة قادرا على إهلاككم إن سلكتم نفس الطريق. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى إذا ذهب إلى فرعون إنه طغى؟ ففرعون أهلكه الله لما أصر على الطغيان ورفض نبوة موسى والانقياد له عليه السلام. فمن أنتم يا معشر قريش أمام قوة فرعون وما كان يملك؟ فكما أهلكته أنا قادر على إهلاككم، وكما وسعت قدرتي خلق السماوات والأرض وما فيهن قادرا على أن أبعثكم بعد
موتكم. لذلك هنا جاء استفهام تقريري مضاف إليه قضية إيش؟ المقارنة. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ هلأ مع بيان هذه القدرة ربنا سبحانه وتعالى انتقل في الالتفات في أسلوب الخطاب. أأنتم يخاطب الناس مباشرة، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ المتوقع في حسب السياق أن يقول السماء بنيتها، أنا بنيتها، لكنه التفت إلى أسلوب الغائب فقال بناها. ومن الذي بناها؟ هو نفس الذي يقول أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، أي بنيتها بقدرتي. وهذا أسلوب الالتفات من الخطاب كاف الخطاب إلى ضمير الغائب، هذا كثير في القرآن الكريم، وهو من أساليب العرب الفصيحة التي تتضمن بلاغة عالية جدا. في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، يعني الحمد له للرب، الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم التفت إلى أسلوب الخطاب إياك يا ربي، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. أسلوب الالتفات ما بين خطاب وغائب، ما بين الجمع والمفرد، ما بين المفرد والجمع، تارة يكون يتحدث بضمير المفرد ثم بعد ذلك يكمل بضمير الجمع، وأحيانا بالعكس، هذا كله أسلوب التفات. أأنتم أشد خلقا يا أيها المكذبون برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ الذي قدر على بنائها أليس بقادر على إهلاككم؟ أليس بقادر على بعثكم بعد الموت؟ ولو أصبحتم عظاما رميما وطال عليكم الأمد، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ وهنا في وقف جائز، يعني يجوز أن تقف على لفظ السماء، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، في وقف جائز، يعني إن شئت قف وإن شئت صل، أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. السمك هو الارتفاع أو السخانة، سمه ما شئت، رفع سمكها فسواها. ما بين رفع وسوى تاهت العقول وقصرت العلوم عن الإدراك بين الرفع والتسوية. الكتاب الذي نقلت عنه أنا هذه المعلومات التي سأذكرها الآن عمره أكثر من 10 سنوات، المعلومات التي فيه قديمة، عمره كم؟ أكثر من 10 سنوات. قالوا الكون المكتشف إلى الآن، إلى الآن بالمناظير والتلسكوبات والأقمار الصناعية و اكتشفوا فقط إلى الآن 100,000,000,000 مجرة. كم؟ 100,000,000,000 إيش؟ مجرة. كل مجرة من هذه المجرات 100,000,000,000 فيها تقريبا 100,000,000,000 نجم. ونتحدث عن نجم ليس كوكب، الأرض ليست نجم، الأرض كوكب، القمر كوكب، أما الشمس نجم. الآن إذا نتحدث نحن عن 100,000,000,000 ضرب 100,000,000,000، الرقم صار فلكي. هذا الكون المكتشف إلى الآن مع كل هذا التقدم والتطور، وهذه المعلومات قديمة تقريبا من 10 سنوات. أبعد نجم عنا
مكتشف في التلسكوبات وقضية الأشعة وارتداد الأشعة وسرعة الضوء ومش عارف إيش، كم يبعد عنا؟ أربعة مليار سنة ضوئية. ما معنى سنة ضوئية؟ سرعة الضوء 300,000 كيلومتر بالثانية. 300,000 كيلومتر بالثانية، هذه اسمها ثانية ضوئية. هلأ اضربها ب60 بتصير اسمها دقيقة ضوئية، اضربها ب24 بتصير اسمها ساعة ضوئية، اضربها ب24 ساعة بتصير اسمها يوم ضوئي، اضربها ب7 صار اسمها أسبوع ضوئي، اضربها ب30 صار اسمها شهر ضوئي، اضربها ب365 صار اسمها سنة ضوئية. أبعد نجم عنا 4 مليار سنة ضوئية، يعني لو أنه في مركبة تسير بسرعة الضوء 300,000 كيلومتر بالثانية تحتاج إلى 4 مليار سنة لتصل إلى ذلك النجم. رفع سمكها، كم رفع سمكها؟ والله العقل تاه خلاص. يعني هذه الأرقام بعض الآلات الحاسبة بتلاقيه لما يكبر الرقم بيقوم تلغي الأصفار، تكتب لك إشارة إنه خلاص الشاشة عجزت عن استيعاب هذا الرقم. والآن شاشات عقولنا تعجز عن استيعاب رفع سمكها. فقط رفع سمكها، قال فسواها. ما معنى كلمة فسواها؟ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. في سورة السجدة بيان لكلمة فسوى أو فسواها، الذي أحسن كل شيء خلقه. كل شيء ربنا خلقه، خلقه على أتم ما يمكن أن يكون عليه، ولا يمكن الإضافة في كماله بأي شيء آخر. خلقه فسواه، خلقك فسواك فعدلك. الآن تعال عمل أي إضافة على خلق الإنسان يصبح نوع من أنواع المسخ. لا يوجد أكمل من الحالة الحالية، وأي حيوان مخلوق على أكمل حالة لتنفيذ مهمته التي أوكلت إليه. هلأ نحن على كل بطولتنا، حلو؟ خلقنا الله للعبادة وسخر كل شيء لنا، صح؟ نقار الخشب تعرفوه؟ حجمه بالنسبة لحجمنا قديش؟ طيب يلا أنت شرف نقور الخشب لشوف بخشمك. يا أخي أنت لم تخلق لذلك، مع أنه حجمك قد حجم نقار الخشب بكم؟ تعال أنت عمل زيه الآن، جنجيت 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 دج الخشب انقره بينكسر رأسك. أنت ما خلقت لهذا، هو هذا الصغير خلق لهذا. فبتلاقي رقبته الصغيرة اللي هالقد كده عندها قدرة أنه تتحرك بسرعة وتضرب شيء قاسي جدا الخشب وتحفره ولا تتأثر. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. أعطى كل شيء خلقه وهدى، هداه لما خلق له. فهذا عصفور صغير يا رجل أنت بتعمل له كده يموت، لكنه قادر على ما تعجز عنه أنا وأنت وبطل العالم في الملاكمة. جيب الآن بطل العالم في الملاكمة الوزن الثقيل، إلا بأصبعك أو بخشمك افعل ما يفعله نقار الخشب، يستطيع؟ فمع أنه خلق هذه السماء، هذا الكون المذهل الشاسع الاتساع الذي لا يمكن لعقولنا أن تدرك اتساعه، ولا نتحدث عن اتجاه واحد، انتبه، عم نحكي على 4 مليارات سنة ضوئية بهذا الاتجاه، وأربعة مليار سنة ضوئية بهذا الاتجاه، وهذا الاتجاه، وهذا الاتجاه، وهذا الاتجاه، محيط فينا، ما قضية اتجاه واحد. رفع سمكها فسواها.
هذه النجوم التي بملايين الملايين، كل نجم له كتلة وله السرعة وله مدار يدور حوله، ولا نسمع أصوات هذه الكتل الهائلة وهي تتحرك بسكون هذا مطبق. جاء الإنسان ليصنع سيارة فصنع بما علمه الله، لكن لها ضجيج المحرك، اجتهدوا ليخففوا صوت الضجيج، خففوه كثيرا لكن ضجيج، وهي مركبة قد كده. معناتها لو استطعنا أن نصنع مركبة قد الكويكب أو النجم وهي تمشي، كم ستصدر من الضوضاء؟ ربنا خلق رفع سمكها فسواها. أنت إذا كنت نائم هل تسمع كيف أن الشمس لم تكن قد أشرقت ثم أشرقت؟ لا تسمع، مع أنها سارت وقطعت مسافة من إلى وأشرقت وأنار النهار وأنار اليوم بنورها بإذن ربها، وأنت لم تسمع شيء، ما في حركة. الآن صوت مسدس إذا بدك تعمل له طق بيطلع طق، مدفع على أكثر، كليات قذيفة المدفع على الأداء. تعال قل لي حركة الشمس بهذا الحجم الهائل تتحرك ولا صوت. مشانك أنت متاعا لكم ولأنعامكم، هذا كله خلقته لكم وخلقتكم لي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا كله متاعا لكم ولأنعامكم. رفع سمكها فسواها. كل هذه الكواكب، هذه النجوم، هذه الشهب تسير وكل فيهم فلك يسبحون، لا يصطدم نجم بنجم. طبعا النيازك والشهب خلقت لتصطدم ببعضها البعض، لكن النجوم وكلهم في فلك يسبحون، وكل نجم له جاذبية، قوة جاذبة وقوة نابذة بحركته تحدد مسار ما حوله، وفي أدق نظام وفي أبدع صورة. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ رفع سمكها فسواها. رفع سمكها، مجرات بمئات آلاف الملايين، وفي كل مجرة مئات آلاف الملايين النجوم. أيضا من زمن بعيد قال عملوا خارطة للكون المكتشف، فعملوها تقريبا قدر الجدار القبلي تبع المسجد ده كله. المجرة اللي نحن تتبع لها المجموعة الشمسية اسمها مجرة ايش؟ درب التبانة، صح؟ رمزوا لمجرة درب التبانة بنقطة في هذا الجدار. هذا الكون المكتشف، مجرة درب التبانة فيه شو؟ نقطة نقطة كده. داخل هذه النقطة ابحث جيدا، بعد أن تفرد هذه النقطة على قد الجدار بتطلع معك نقطة هي المجموعة الشمسية. ارجع كبر هذه النقطة الثانية قدر هذا الجدار بتطلع معك الأرض. ارجع كبر الأرض قد هذا على 100 مرة لتبين أنا وأنت على الخارطة. لكن منو نحن أمام قدرة الله عز وجل؟ من ومع ذلك المخلوق الوحيد الذي يتحدى ربه هو الإنسان يلي على خارطة الكون لا يظهر، يهمل لشدة الصغر. مو مجموعتنا الشمسية، مجرة درب التبانة على الخارطة الكونية من 10 سنين نقطة. ابحث بقى داخل المجرة عن المجموعة الشمسية، ابحث داخل المجموعة عن الأرض، وابحث في الأرض عن فلان وفلان، ومع ذلك إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. من أنت حتى تعاند ربك؟ هذا الرب العظيم ذو القدرة الباهرة التي أنت في هذا الخلق وفي هذا الكون لا شيء، ويأتيك واحد من جنس البشر اسمه فرعون يقول أنا ربكم والأعلى كمان، يعني أنا ربكم والله مو مهضوم بنوب، والأعلى
لا إله إلا الله، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، أي جعل ليلها مظلما ونهارها مشرقا، وفي آية مبصرا. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، مع أن النهار مش هو المبصر، النهار هو الذي يجعلك أنت مبصرا، فأنت تمشي فيه لا تحتاج لنور من صنعك حتى تبصر، في النهار تبصر بنور الشمس التي خلقها الله عز وجل. يوم القيامة لما تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، شلون هتنور الأرض؟ أرض المحشر، وأشرقت الأرض بنور ربها مباشرة. الآن الأرض تشرق بنور خلق من خلق ربك، اللي هي شو؟ الشمس في النهار، والبدر في الليل مع فارق النورين، فتبصر يوم القيامة حيث لا شمس، وأشرقت الأرض بنور ربها. نعم، وأغطش ليلها، جعل ليلها مظلما، لأنه وقت السكون والخلود إلى الراحة والاستجمام لتجميع الطاقة للانطلاق في اليوم الثاني إلى العمل. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، يعني أخرجه مضيئا من ظلمة الليل الذي قبله والذي بعده، لأنه قبل كل نهار ليل وبعد كل نهار ليل، وقبل كل ليل نهار وبعد كل ليل نهار. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، أي جعل ليلها مظلما أسودا حالكا، ونهارها مضيئا مشرقا نيرا واضحا. قال ابن عباس: أغطش ليلها أي أظلمه، وأخرج ضحاها أي أنار نهارها، والأرض بعد ذلك دحاها. والأرض بعد ذلك دحاها، بعد شو؟ والأرض بعد ذلك دحاها، بعد شو؟ بعد خلق السماء. إذا جينا لنفتح المصحف ستجد في سورة فصلت تفصيل أكثر لهذا الكلام، فتجد أن الله عز وجل في سورة فصلت لما ذكر ذلك بالتفصيل أكثر من هنا، جاء بسياق ربما يوهم التعارض مع ما جاء في سورة النازعات، فقال سبحانه: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، خلينا مركزين على يومين، وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها. هلأ هون وجعل فيها رواسي، لا قال قبل ولا قال بعد، لكن هو بيّن أنه خلق الأرض في يومين، وجعل فيها رواسي من فوقها، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. بارك وقدر، شوف الكلمات اللي استعملت في فصلت. هون قال: والأرض بعد ذلك دحاها، ثم فسر ما معنى دحاها، قال: أخرج منها ماءها ومرعاها. هناك بارك وقدر، هنا أخرج. وجعل فيها رواسي من فوقها، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، أي جعل لها نظاما تسير عليه، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم.
بالمختصر فيما قاله علماء التفسير أن الله خلق الأرض أولاً ثم السماء ثانياً ثم دحى الأرض ثالثاً. إذن الأرض خلقت أولاً وبارك وقدر فيها، أي جعل فيها القوة لكن لم يخرج بعد. خلق السماء، بعد خلق السماء دحى الأرض، والأرض بعد ذلك بعد خلق السماء دحاها، ولكنه خلقها قبلها خلق الأرض. إذن خلق الأرض ثم السماوات ثم دحى الأرض، والقرآن يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض بين آياته. والأرض بعد ذلك دحاها، ما معنى دحاها يا رب؟ أخرج منها ماءها ومرعاها. انظر الآن، قال أخرج منها ماءها ومرعاها، أي أن الأرض خلقت قبل السماء ولكن إنما دحيت بعد خلق السماء. إذن الأرض، السماء دحي الأرض. وما معنى دحيها؟ بمعنى أنه أخرج ما كان فيها بالقوة إلى الفعل، يعني هي كانت قابلة والماء موجود فيها، لكن الدحي جعل المياه تخرج منها التي قدرها فيها أولاً، جعلها تخرج ثانياً بعد خلق السماء. وهنا ابن كثير لم يدخل بالتفاصيل رحمه الله إطلاقاً، وإنما أعطاك النتيجة من الآخر. قال أن الأرض خلقت قبل السماء ولكن إنما دحيت بعد السماء، والدحي بمعنى أنه أخرج ما كان فيها بالقوة إلى الفعل، والماء الذي كان في باطنها أخرجه، وأرسل الجبال فيها فثبتت طبقات الأرض فأصبحت ذا صالحة للزراعة، صالحة للحياة عليها، أصبحت مهادة، أصبحت فراشة، أصبحت بساطة، إلى آخر هذه التعبيرات القرآنية. متاعا لكم ولأنعامكم، أي دحى الأرض فأنبع عيونها وأظهر مكنونها وأجرى أنهارها وأنبت زروعها وأشجارها وثمارها وثبت جبالها لتستقر بأهلها ويقر قرارها، كل ذلك متاعا لخلقه ولما يحتاجون إليه هم وأنعامهم التي يأكلونها ويركبونها مدة احتياجهم إليها في هذه الدار إلى أن ينتهي الأمد وينقضي الأجل. منين جاب ابن كثير كل هالمعاني إلى أن ينتهي الأمد وينقضي الأجل؟ جابها من كلمة، أتى بها من كلمة متاع، لأن المتاع هو الشيء الذي تمتلكه مؤقتا لتستعمله من أجل غاية أكبر وهدف أسمى. مثال بسيط جدا، أنت لماذا تشتري الوقود، البنزين أو الجاز؟ ليه؟ متاع لتسير العربة، أنت لا تشتريه لتستحم به البنزين، صح؟ أنت لا تشتريه لتشربه، أنت تشتريه تملكه مؤقتاً، يعني أنا بمشي الترمبة بكب بنزين ب10,000 أصبح ملكي، صح؟ مؤقتاً، سرعان ما سيتبخر لأني سأستخدمه في تحريك العربية، تبخر وانتهى، يلا أمشي الثاني كب. فسمى الله لنا هذه كلها التي خلقها متاعاً، أي لتتزودوا منها أو بسببها للآخرة وللغاية التي خلقتم من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا خلقته لكم لتتزودوا منه إلى الآخرة، متاع تملكونه مؤقتا ثم سترحلون عنه ويبقى هو. هذا عكس البنزين تماما. البنزين ملكته أنا مؤقتا، حطيته بالتنك، احترق تبخر، استفدت منه مدة بسيطة ثم ذهب وبقيت أنا. لكن هذه الدنيا بالعكس، أنا جئت إليها في عام كذا، تملكت ما تملكت وتزودت ما تزودت ثم نزلت إلى بطنها ميتا وبقيت هي.
فكل شيء ربنا خلقه لنا ليكون لنا متاعا. لما تقول متاع تتذكر فورا قضية السفر والرحيل، تتذكر فورا قضية المدة المؤقتة. لذلك قال لك ابن كثير: إلى أن ينقضي الأمد وينتهي الأجل. متاع، بتتذكر المسافر، المسافر قبل أن يرحل من مدينة إلى مدينة يحمل متاع وزاد. هذا المتاع والزاد غالبا يستهلكه في الطريق، لكن لولا هذا المتاع لما استطاع أن يصل إلى غايته. لذلك ربنا سمى الدنيا وما فيها التي خلقها من أجلنا، قال إيش؟ متاعا لكم ولي ولأنعامكم، حتى يتيسر لكم الحياة عليها. الأنعام هي من جملة المتاع، لكن خصها الله بالذكر لأنها بعد البشر تأتي في تطور الخلق. يعني الجماد جماد لا ينمو ولا يتحرك، صح؟ هلأ النبات أكثر من الجماد ينمو، بتشوف الشتلة كانت صغيرة بعدين بتلاقيها شجرة لكن لا تتحرك. يأتي الحيوان أسمى من النبات وأسمى من الجماد، ينمو ويتحرك. ثم يأتي في رأس القائمة الإنسان، ينمو يتحرك، ينمو ويتحرك ويعقل ويبدع ويفكر وينتج. الحمار منذ أن خلق يبقى حمار وإلى أن يموت حمار، لا يقال له البروف حمار أو صاحب البكالوريوس حمار، لا، يبقى حمار إلى أن يموت، ما في عنده تطور. لكن أنت أول ما تولد اسمك إيش؟ طفل صغير، ثم بعد ذلك شاب يافع، ثم بعد ذلك ما شاء الله عريس يحمل بكالوريوس في كذا، شوي عنده ماستر، شوي دكتوراه، شوي بروف، شوي مش عارف ايش، بورد دولة، بورد. في تطور، هو نفسه ذاته كجسم موجود، لكن لتركبن طبقا عن طبق، مراحل، ضعف ثم قوة ثم بعد ذلك ضعفا وشيبة، بعد بترجع ضعيف مو بس مثل قبل، مع شوية شيب كمان. من قبل ضعف لكن بدون شيب، بعد منا بالنهاية ضعف وشيب. هذه المراحل لا تفيدك بأن هذا الإنسان هو أرقى مخلوق، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. لذلك قال لك على الأنعام لأنه بتيجي بالمرتبة الثانية، أما هي من جملة المتاع. أنت جئت لهذه الدنيا بمدة معينة للابتلاء والاختبار، لكن حياتك الحقيقية ستقضيها هناك، إما في الجنة أبدا وإما والعياذ بالله في النار. ولذلك ربنا في سورة الفجر قال: يا ليتني قدمت لحياتي. هو يقول يا ليتني قدمت لآخرتي، لكن استبدل الله كلمة آخرتي بكلمة، لأن هناك الحياة الحقيقية والأصلية والطويلة والدائمة، أما هذه الحياة مؤقتة معبر، لكن خطورتها أن هذه المؤقتة القصيرة هي التي يتوقف عليها حياتك الحقيقية غدا. على قدر ساعات معدودة، لكن هذه الساعات المعدودة هي التي ستؤثر غدا بإذن الله، أتكون في السعير أم تكون في النعيم، على محدوديتها، على ضعفها، لأنها هي دار ابتلاء، دار تكليف. لكن الحياة الحقيقية هناك مش هنا. إذن كل هذا الذي ذكره الله عز وجل: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، كل ذلك متاعا لكم ولأنعامكم، ثم بعد ذلك ستبعثون وتسألون، فإذا جاءت الطامة الكبرى. حرف إذا أداة شرط
تفيد التحقيق والوقوع. فإذا جاءت الطامة، إذن الطامة ستأتي ستأتي ستأتي، تحقق ووقوع. هلأ إذا استعملنا إن لا تفيد التحقق والوقوع، إن تفيد الشك، يعني ربما وربما. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، إذن ربما يأتيكم ربما لا يأتيكم، فإن أتاكم بنبأ فتبينوا. لكن إذا قال لكم إذا جاءكم معناته سيأتي سيأتي، لكنه ما قال إذا، قال إن جاءكم. تقول لأحدهم إن قدر والتقينا غدا، إذا ربما نلتقي ربما لا نلتقي. أما عندما تقول له إذا التقينا، لأنه أنت مسافر على الخطوط السورية مثلا والثاني مسافر على الخطوط المصرية والاثنين عندهم ترانزيت في لندن، تقول إذا التقينا في لندن، لأنه حسب الأسباب سنلتقي سنلتقي، وجهة الرحلة واحدة، سأعطيك أو تعطيني، إذا للتحقق والوقوع. أما إن قدر الله والتقينا ثانية، هذه تفيد أنه ربما نلتقي ربما لا نلتقي. فإذا جاءت أي ستأتي ستأتي ستأتي. فإذا جاءت الطامة الكبرى، والطامة الكبرى من أسماء يوم القيامة، ومعنى الطامة أي التي تطم تغطي تنسي غيرها. لا سمح الله لا سمح الله لا سمح الله، أنت جالس في بيتك، جاءك خبر، يا أخي أنت جالس هنا عربيتك اتكسر القزاز وتسرقت، تعمل شنو؟ تلبس ثيابك مسرع وبتنزل طوالي. قال فإذا رأيتها ستفاجأ، صح؟ قبل أن تتصرف أي شيء جاءك إنسان آخر لا سمح الله، ولدك فلان عمل حادث حركة على 60 مات. الخبر الذي جاء عن ولدك أنساك خبر إيش؟ طم ذلك الخبر على هذا الخبر، نسيت العربية ونسيت السرقة بتاعها ورحت تجري لوين؟ لولدك. يا أخي أتاك خبر أذهلك أنساك، غطى على الخبر الذي كان هو أيضا خبر كبير ومصيبة كبيرة، لكن لما جاءت المصيبة الأكبر نستك المصيبة الأصغر. يحكى أنه أحد الأعراب وصل إلى مدينة فيها بعض بني قومه، فالمقيم في المدينة وأصله من تلك البلدة سأله ما أخبار الحي؟ قال له والله الحمد لله. قال له ما أخبار جملي فلان؟ والعرب تسمي كل شيء. قال والله جملك فلان تم نحره. نحر؟ بدأت المصائب بالتدريج. لماذا نحر؟ والله نحر لأنه جاء ضيوف إلى أهلك وعدد كبير فنحروا لهم ولماذا أتى الضيوف بعدد كبير؟ قال لأن ابنك فلان مات. لا إله إلا الله. شوف بلش أول شيء جمال نحر، ليش نحر؟ إجوا ضيوف كتير فنحرنا لهم جمال بدهم يأكلوا. طب ليش إجوا ضيوف كتير؟ والله ابنك كيف مات فلان؟ فبلش يسلسل له الأحداث حتى وصلوا أنه لم يبقى من أهله أحد. لكن بدأت القصة بشو؟ بمات إيش؟ الجمال. ثم جاء خبر غطى نسي الجمال، ثم جاء خبر. وهذه فإذا جاءت الطامة الكبرى. عكس ذلك أنه تبدأ بالصغير تبدأ بالكبير بالشغلة الحلوة. قال في أحد الشعراء يسمى أبو دولامة وكان شديد الفكاهة، فمدح أحد خلفاء العباسيين بقصيدة جميلة جدا فقال له اطلب ما شئت. قال له وتحقق لي ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال نعم. شوف الاستفزاز. قال له أريدك البصيد. ماذا؟
أنا أمير المؤمنين تطلب مني كلب؟ قال له أنت سألت عن حاجتي كلب صيد. أعطوه كلب صيد. قال له يا أمير المؤمنين كلب صيد من سيعتني به؟ قال له أعطوه عبدا. قال له أصبح عندي عبد وكلب، من سيعتني بي وبهم؟ قال له أعطوه جارية. قال له صار عندي عبد وجارية وكلب، أين أسكن وأسكنهم؟ قال له أعطوه دارا. قال له يا أمير المؤمنين كلب الصيد كيف أصيد به ولا فرس عندي؟ قال له أعطوه فرسا. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوفوا فن مش عارف إيش. أعطاه فرسا. قال له وكيف أصيد بيدي؟ أعطوه قوصا وأسهما وإلى آخره. ما زال يأخذ حتى قال له آخر شيء أمير المؤمنين أصبح في رقبتي عائلة كبيرة، من أين أطعمهم؟ قال أعطوه 100 فدان مزروعة على دجلة. بدأ بشو؟ بكلب وصل صار من كبار الأقطاعيين، وذاك عم يوقع. فإذا جاءت الطامة الكبرى ربما هناك مصائب كبيرة، لكن مجيء الساعة طم على كل الطامات التي قبلها، والساعة أدهى وأمر. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. يا رجل، فإذا جاءت الطامة الكبرى، قال وهو يوم القيامة، قال ابن عباس سميت بذلك لأنها تطم على كل أمر هائل مفضع وتغطي عليه وتنسيك إياه، كما قال تعالى في موضع آخر والساعة أدهى وأمر، يوم يتذكر الإنسان ما سعى. الدراسات العلمية الحالية وصلوا إلى نتيجة مفادها أن الإنسان إذا رعب رعبا شديدا وفزع فزعا عظيما وظن أنه سيموت، تمر حياته أمامه كشريط سريع يتذكر كل شيء. هذه حدثت معي بحادث حركة، وفي داخل غرفة العمليات حدث أمر جعلني أتوقع أني سأموت بعد ثواني. والله شريط حياتي مر علي منذ أن جرى علي القلم وإلى تلك الساعة، يوم يتذكر الإنسان ما سعى. مثال آخر، تم استدعاؤك إلى جهاز المخابرات والأمن العام، وأنت تعلم أنك عامل قضايا ما بتنفع معاهم، فجابوك حطوك في الانتظار ريثما يتم التحقيق معك. أنت بماذا تفكر في ذلك الوقت؟ أنا عامل إيش؟ عملت شنو؟ عملت كذا؟ على أيها سيسألونني؟ وعلى أي منها سيعاقبونني؟ يوم يتذكر الإنسان ما سعى. شريط يمر. ذكر لنا أحد مشايخنا عن تاجر كبير وهو يقود العربية، زوجته أمامه، وسبحان الله لأجل التقدير الإلهي ليقيم الله عليه الحجة، صديقه المقرب خلفه في عربيته، وهو واقف على الستوب ارتمى على مقود السيارة وأصابته سكتة قلبية. سيارة مدورة، الرجل واقف على الستوب. سبحان الله زوجته نزلت عم تقول أسعفوني، كان صديقه خلفه، فورا وضعه بالسيارة وعلى المشفى. المهم تم إنقاذه وهو بدأ يتعافى. قال ائتوني بورقة وقلم فورا، ظن أنه سيموت. قال اكتبوا
البيت الفلاني لأخي فلان، أنا اغتصبته منه غصب بعد ما مات أبي، كان هو الأخ الأكبر، أكل ميراث كل أخته. المحل الفلاني ليس لي، لأختي. المصنع الفلاني ليس لي بل لأختي وأختي. يعني اعترف بكل خطاياه وجرائمه. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، سبحان الله، قدر الله له أن يعود صحيحا سليما. قال: أين الدفتر الذي كتبتموه؟ قال: هذا. أخذه ومزقه. بالمرض، خوف الموت، طأطأ رأسه لربه واعترف بذنبه. فلما عادت إليه صحته عاد جبارا عنيدا. فلم تمض إلا فترة بسيطة أخذه الله بسكتة ثانية لم يمهله ومات وهو آكل الحرام. أحيانا يأتيك ابتلاء بمثابة إنذار مبكر. عد إلى الله، عبدي تب إلي، أنا القادر على أخذك أخذ عزيز مقتدر، لكني أمهلتك. فالإنسان إذا كان في قلبه شيء من الإيمان وصحى بتلك المصيبة وعاد تائبا نجا. أما إذا كان قلبه قد أصبح ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أو أشد قسوة، ما مبالغة، والله بعض البشر قلوب أشد قسوة من الحجارة ذاتها. ألا تأتينا بعض الأخبار أن هناك إنسان قتل أباه وقتل أمه؟ هذا قلبه من أي شيء مصنوع؟ أبوك الذي ولدك ورباك تقتله؟ أمك التي أنجبتك وأرضعتك تقتلها؟ وتأتيك أخبار تظن أن قست قلوبكم فهي كالحجارة، مبالغة، والله ما مبالغة. لذلك ربنا قال: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. يعني أنا لا أبالغ، الحجر القاسي الصلب أحيانا ينبت منه أصل الحياة الماء، ولكن هذا قلبه لا يخرج منه خير أبدا. إذن فهي كالحجارة أو أشد قسوة. يبتليه الله فيستيقظ لكن صح مؤقت، فإذا عادت إليه صحته كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كل واحد منا إلا من رحم ربي، كل واحد منا عامل فرعون في الدائرة تبعه. فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى كان يملك، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري؟ انت ملك شو عندك؟ واي شيء يجري من تحتك؟ وعمل فرعون، عمل فرعون، في انسان عمل فرعون ببيته، والله زوجته ما تستطيع تفتح خشمه، على شو التجبر؟ على شو التكبر؟ ربما ياتي عليك وقت تصبح مشلول ولا يبقى عندك الا هذه الزوجه التي تتكبر عليها وتتجبر عليها لتخدمك، والا اصبحت مش عارف ايش. اتق الله، اتق الله، الزمان يدور ويقلب الله الليل والنهار. انت الان شديد عتيد، غدا ربما تكون ضعيف مسكين لا تستطيع الحركة. اتق الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بينما هو يأكل مع أصحابه إذ كثر عددهم فجثى رسول الله على ركبتيه، وفي رواية جثى على ركبة ورفع الأخرى، طبعا لأنه لما ضاق المجلس صار بحاجة كل إنسان أنه يجعل جلسته تأخذ حيز أقل من المكان ليتسع للآخرين. كان من بين الجالسين أعرابي، والأعراب عندهم تفاوت طبقي كبير بين شيخ القبيلة وبين الراعي. فقال: ما هذه الجلسة؟ يعني أنت رسول الله، أنت ملك هؤلاء، أنت إمامهم، ما هذه الجلسة؟ قال: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأنام كما ينام العبد.
وإن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. أنت يا أخي عبدا كريما على سنة رسول الله، أم أنك في محيطك جبارا عنيدا؟ كل إنسان يتساءل هذا السؤال. كنا في زيارة لأحد الأشخاص، أنا عم بعطيك مثال، ففي أحد الضيوف المدعوين معنا بالخطأ ركن سيارته، بركن سيارته قدام باب بيت، ما حجب الباب نهائيا، لكن صاحب البيت معتاد يبركن سيارته هنا. هذا جاء ضيف عابر لا يعرف، والله لو كان كاتب هنا مرآب خاص يرجع عدم الوقوف كان حقه. خرجنا وإذ لقينا صاحب البيت جاعل عربيته ملاصقة لعربية هذا الضيف ومنزل له اللاستيك. طرقنا عليه الباب، يا أخي كيف تقف هنا؟ يا أخي والله أنا لا أدري، أخطأنا منك السماح، ما بيصير تقف هنا. هذا عبدا كريما أم جبارا عنيدا؟ لك يا أخي هذا ضيف لجارك، يعني هو ضيفك وأخطأ وصفأ وبركن سيارته هنا، اخرج إليه وقل له معليش يا أخي والله أتعبتني، مرة ثانية ما تقف هنا، خلاص هنا. العبد الكريم هكذا يفعل. أما الجبار العنيد اللئيم قال له أيوة أنا نزلت لك اللاستيك واحمد الله أنه ما نزلت لك اللاستيك الأربعة، إيه تعال أقبل يدك ولا تواخذني، شكرا لك لم تنزل لنا اللاستيك الأربعة. أيضا إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. شوف نحن عم نعمل ببعضنا شو. بعدين إذا قرأنا سيرة فرعون لعنه الله قال أنا ربكم الأعلى، ما أنت فرعون مصغر، والله لو كنت بدل فرعون إن كان لكنت قلت أكثر مما قاله فرعون ذاته ربما. لذلك نحتاج هذه الفرعنة التي موجودة عندنا أن نزيلها بنور الإيمان. إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، أشداء على الكفار، رحماء. بالله عليك أي رحمة نزل له اللاستيك وعطله أكثر من ساعة؟ لك يا أخي وخطأ، والله لو كنت كاتب هنا مرآب خاص يرجع عدم الوقوف وقف، والله يجب أن تسامحه. لك أنت مو كاتب وأخطأ الزلمة وضيف، لا وشوي تاني هيضربه كمان لو ما توسط ما لا حول ولا قوة إلا بالله. إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. يا أخوانا بننتقي الله ببعضنا البعض، الراحمون يرحمهم الرحمن، وإذا لم نرحم بعضنا البعض معناته وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. أنا عم بظلمك وأنت عم تظلمني، وفلان عم يظلمك ويظلمني، وفلان عم يظلمه ويظلمه، هيجي ظالم يظلمنا كلنا. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. بسبب ارحم زوجتك، ارحم جارك، ارحم من حولك. انت استاذ في الجامعة ارحم الطلاب، ما تكون جبار عليهم. بتلاقي الاستاذ في الجامعة المحاضرة الساعة 8 بيشرف الساعة 11، يا أستاذ أنتوا لازم تكونوا مستعدين لطلب العلم، تأتون من الفجر ولا تتكلمون، وأنت شو لازم تكون؟ مش لازم تكون قدوة لهم؟ والشرطي لازم يرحم الناس يا أما متسلسلة متلازمة رحمات أو متلازمة ظلمات. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، لأنه عندما يقف بعد البعث. أما الكافر يا ويلنا هذا يوم الدين، طلع يوم الدين حقيقة وكنا نكذب به، فتجيبه الملائكة هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. هنا يبدأ يتذكر، يعني سنحاسب الآن على كل شيء فعلناه، ماذا فعلنا كذا كذا كذا. ثم بعد ذلك عندما يقف على الميزان ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. في الأول تذكر هو، وفي المرحلة الثانية رأى. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك
حسيبا. ثم بعد ذلك إما بيمينه ها أمقرأ كتابية، وإما بشماله من وراء ظهره يا ليتني لم أوتى كتابية. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم ليطلع عليها الكل. فالمؤمن يحمد ربه أنه أنجاه من هذه وأدخله الجنة، والفاسق والمنافق والكافر يبدأ رعبه قبل الحساب إلى أن يلقى في النار. وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ربنا سبحانه وتعالى هنا لخص طريق الجنة بجملتين، ولخص طريق النار بجملتين. في بقية مواضع من القرآن فصل إما في طريق الجنة وإما في طريق النار. في بعض الآيات إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، في آيات أخرى قالوا لي ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين. فصل أكثر من 4 شغلات. الآن هنا طريق الجنة أجمل بجملتين وطريق النار أجمل بجملتين. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، ومن هذين الاثنين تنبع كل المعاصي والمفاسد، فإن الجحيم هي المأوى، هذا طريق النار. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ومن هاتين الصفتين تنبع كل المكرمات والطاعات، فإن الجنة هي المأوى. نرى ذلك في الدرس القادم إن أحيانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.